حدث بعد تناول اللبن والحليب يرد وردت أو ورد الدعاء، قالت اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه، هل ورد شيء فيها؟ يعني ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم بارك لي فما بارك لنا فيما رزقتنا وجعلنا مسلمين، وورد نصوص أخرى في الثناء على الله عز وجل والدعاء بالبركة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرحم العبد بالشربة يشربها فيحمد الله عز وجل عليها.